ما اروح ولا اوصل، بغض النظر انه انت لاعب قديم او نجم او عراقي، بس من ما يعني تجيك. شنو المشكله اذا رحت انت بشكل شخص؟ لا يعني قلت لك هذا الموضوع بالنسبه لي، يعني ممكن انه تسمع كلام من الجمهور او تسمع كلام من احد الاخوان الموجودين او يعني كثير من الناس يعني، بس اعتقد انه او يجب على الاخوان بوزاره الشباب والرياضه او اللجنه الاولمبيه او حتى اتحاد كره القدم، يجب ان يعني لا ياخذون الامور اكثر من حجمها، يعني انه والله فلان مثلا محسوب على عدنان او محسوب على الملة او محسوب على اي واحد، لانه هسه بدت هاي الشغله تطلع، هسه بدت تطفى على السطح، يعني هاي مال انت والله صديق عدنان او صديق فلان او صديق واحد من النواب اللي هم يكرهوه او يحبوه. فقامت يعني لو صر صديقي وادعوك هكذا مباريات، لو انت صديق عدوي ما ادعوك بغض النظر عن نجوميتك وتاريخك. هو هذا ما يعني اكو واحد ممكن يغفل نجوميه ليث حسين والاخرين وحبيب وابراهيم وما ادعيهم لان هم والله ضدي من حيث المبدا ومع عدنان درجال. اي نعم هناك هذا الشيء موجود طبعا طبعا مليون بالمية، وهذا غلط. يعني انت اليوم مهما يكون، انا اتشرف بكابتن عدنان وبكل الموجودين، كابتن رعد حمودي وكابتن احمد راضي، كلهم ذول لان اصدقائنا ونجوم لعبنا سوا، بغض النظر اخواننا بالاتحاد ايضا اصدقائنا، لكن لا يعني المفروض انه نكون ارفع واسمى من كل المسميات، لانه هاي بطوله تخص العراق، ما تخص لا اتحاد القدم ولا وزاره الشباب والرياضه ولا حتى الـ يعني الاخوان اللي متواجدين كلجنه اولمبيه، يعني الكل. هنا احنا نريد نوصل رساله ما توصل من اي شخص عادي. الرسائل تصل يا اما من حكومه يا اما من نجوم يا اما من ناس. واحد يفكر بهذه الطريقه وننتظر منه يقود الرياضه والمنتخب ويصعدنا لكاس العالم؟ وهيك يعني نقود الرياضه بهذا يعني مشكلتنا. يعني مرات احنا اخ علي من نتكلم مرات ياخذون الكلام بغير صوره كانه انت ضده. لا يعني هسه يعني كثير من الناس هسه ممكن انه تتكلم كلام يطلع من لسانك، بس هو يفتهمها هو غير شكل، او مثلا يشوف صوره. يعني اليوم اذا انا شافوني صوره ويا عدنان درجال او يا احمد راضي ما افتهم شنو الموضوع. يعني طيب انت جريمة؟ غير تعرف، بغض النظر انت غير تعرف شنو الاسباب او وين التقيت او وين قعدت او وين انت اجتمعت بناس. الكل اصدقاء، الكل اخوان، الكل. يعني انا مرات يعني والله اتفاجئ، ومرات يعني ما اعرف شنو هاي الطريقه، يعني مال انه انت تكيل بمكيالين لان انت والله صديق فلان او انت مثلا رحت ويا فلان. هذا تخمين حديثك لو عندك مجسات او واصلتك. لا لا انا من الحدث مو مجسات. لا مو مجسات. يعني اليوم انا في يوم من الايام خلي اقول لك هاي الشغله، انا موظف باتحاد كره القدم، ومن طلعت من مدير منتخب صرت مدير متابعه واتابع امور الاتحاد، وهذا يعني خدمه للصالح العام، وايضا انا كنجم يعني اقدر اوصل لل بعلاقاتي للوزارات، يعني كل الامور المتعلقه باتحاد القدم. زين يعني اتفاجئ ورا ما صارت هاي الاحداث مال الرواتب والوزاره والكذا، اروح ما القى راتبي، اروح اداعي قلت لهم يابا زين انا اوكي انا موظف عندكم راتبي وين؟ قالوا والله انت بهاي الفتره يعني الوزاره وقفت هذا، واحنا يعني هاي الفتره ما نعرف وين صار الراتب. منو قال لك هذا؟ هم بالاتحاد، رحت انا الاتحاد وقعدت وياهم وحكيت وياهم وانطوني كتاب انه من هاي الفتره ما نعرف وين راح. ليش بهذه الفتره تحديدا؟ ما اعرف، هو لانه صارت بين الوزاره وبين اتحاد القدم، ويعني الموظفين اللي 12 واحد او 13 واحد اللي شالوهم من القائمه من ضمنهم اني، يعني هسه موظفين عاديين بالله مو مشكله، يعني اكو ناس خطيه يعني ما عندهم نجوميه او كذا، لكن اني كنجم من رحت للاتحاد قعدوا وقالوا والله احنا ما نعرف هذا الموضوع.